محمد صلاح، رجل المستحيل، الملهم الذي يسير في طريق النجاح، اللاعب المصري الذي ارتقى سلم المجد حتى وصل لحدود السماء. هو من ارتقى إلى عرش الكرة العالمية، هو من يقف خلفه ملايين المصريين بالدعاء. مع كل لمسة أو تحرك من صلاح تؤمن الجماهير أنه سيصنع الحدث. وجوده في لقاء مانشستر يونايتد منح جماهير ليفربول الثقة، الفوز قادم لا محالة. مع صلاح لن يكون هناك مستحيل. الفرعون الذي وصل إلى 300 هدف في مسيرته الكروية، إجمالا سجل محمد صلاح 300 هدف مع كل الأندية التي لعب لها والمنتخب المصري قبل مباراة مانشستر يونايتد. مباراة مانشستر التي انتهت بسباعية لصالح ليفربول كان لصلاح منها هدفين، كما صنع هدفين. فتأثير صلاح لا يمكن إنكاره. وبعد مباراة اليونايتد أصبحنا أمام رقم جديد. صلاح أصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج. صلاح قبل أن يرفع سقف طموحات جماهير ليفربول رفع سقف طموحات جموع المصريين. من كان يتوقع أن يفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب؟ من كان يتوقع أن يتوج صلاح رحلته مع ليفربول بالنجاح في التتويج بدوري أبطال أوروبا؟ ومن كان يتوقع قبل ساعات أن يحقق ليفربول أكبر فوز في تاريخ مبارياته مع مانشستر يونايتد سباعية نظيفة أكدت كل ما سبق وجعلت المستحيل ممكنا؟ ومن كان يتوقع أن تصل مصر للمونديال بعد غياب؟ إنه صلاح، رجل المستحيل. يمكن لو من سنين قليلة كلنا قلنا لأي مشجع بيحب ليفربول إن الهداف التاريخي للنادي في البريمير ليج هيكون عربي مصري، كان هيقول علينا بنحلم أو مجانين. ولكن محمد صلاح خلى الحلم حقيقة وجعل الجنون منطق. والجميل ان صلاح بيصل لرقم روبي فاولر، اسطورة ليفربول وهدافه في البريمير ليج، بل وبيتخطاه كمان في ليلة تاريخية اسقط فيها ليفربول غريمه التاريخي مانشستر يونايتد بنتيجة غير مسبوقة 7-0. مفيش شك ان صلاح فرض نفسه كملك لمدينة ليفربول واسطورة غير مسبوقة وربما غير ملحوقة في جدران أنفيلد. فتحية ليك يا ملك، يا فخر العرب، كل العرب.